سعيد بلقائكم مشاهدينا الأفاضل، نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم التوعوي التحسيسي الأسبوعي، طبعا برنامج في التأني السلامة. برنامج في التأني السلامة لهذا العدد سيتناول جملة من المواضيع. البداية ستكون بموضوع يتعلق بتطبيق طريقي الذي وضعته قيادة الدرك الوطني خدمة لمستعملي الطريق. لنا موضوع آخر يتعلق بأهمية تزويد المركبات بنظام الجي بي اس. أما الموضوع الثالث والأخير فيتعلق بالبلاغات الكاذبة التي تتلقاها الحماية المدنية. هي مواضيع هذا العدد، تفاصيلها بعد الفاصل. من أجل تعزيز النشاطات الجوارية مع مستعملي الطريق، قامت قيادة الدرك الوطني منذ سنوات بوضع برنامج طريقي أو تطبيق طريقي. هذا التطبيق هو نافذة للاتصال بين الدرك الوطني ومستعملي الطريق. طبعا هذا التطبيق يوفر جملة من الخدمات كالاطلاع على أحوال الطريق والأحوال الجوية، وأيضا التبليغ على مرتكبي المخالفات الخطيرة وغيرها من الخدمات نتعرف عليها في هذا الموضوع من إعداد الزميل عبد العزيز بن عثماني. إضافة إلى مجهودات قيادة الدرك الوطني من أجل تأمين الطريق ومستعمليه، وضعت القيادة تطبيقية الطريق، وهذا للتزويد بمختلف المعلومات اللازمة الخاصة بالوقاية والأمن المروري. ويعمل مركز الإعلام وتنسيق المرور في هذا الشأن على حماية المواطنين أمام الإجرام المروري الذي يزداد باستمرار، وذلك من خلال المراقبة الدائمة لشبكة الطرقات. تم وضع في الخدمة موقع انترنت او موقع على يعني موقع انترنت تحت اسم طريقي، يمكن الولوج اليه من اي يعني وسيله للاعلام والاتصال عن طريق العنوان الالكتروني طريقي.dz. به خريطه جغرافيه تفاعليه تسمح لمستعملي الطريق بصفة خاصة وللمواطنين بصفة عامة بالاطلاع على حالة شبكة الطرقات. هذه الخريطة بها حالة شبكة الطرقات على المستوى الوطني، سواء كان طرق سيارة أو طرق سريعة أو طرق حتى ولائية. إذن يتم وضع على هذه الخريطة جميع الأشغال الموجودة على مستوى شبكة الطرقات أو حتى الطرق المغلقة بسبب الأحوال الجوية، المسالك المحتملة، وكذلك حتى محطات الراحة، محطات الخدمات، كل الأمور اللي عندها منفعة بالنسبة للمواطن. اتصل بالسرية الإقليمية للدرك الوطني بزيرالدا من أجل توجيه أقرب دورية إلى مكان هذه المركبة. سيرتي أم طرقات زيرالدا، صباح الخير، معك قاعة العملية الطريقي. شوف، عندنا سيارة راهي معطلة في الطريق السريع الغربي باتجاه الجزائر، بعد محول بوشاوي. وي طريقي، تفضل. عندي تبليغ اذا ممكن. معليش، تفضل اخي. راني متوجه للقالة رايح للعنابة. راك في القالة؟ ايه، راني في القالة رايح للعنابة. اها، وعندي نقطة السائق راه داير زيادة تاع الركاب. صح، عندكم عدد الركاب؟ زيادة في عدد الركاب؟ عدم توزيع التذاكر. شكرا اخي، سوف يتم تبليغ. بارك الله فيك. بالنسبه للمواطن اللي بلغ قبيله على الحافله اللي كانت متوجهه من القلق باتجاه النبأ، لقد تم الاتصال بقاعه العمليات بالطرف وتم التنسيق مع الوحدات. تم الاتصال بالفرقه الاقليميه للدرك الوطني ببحيره الطيور، اين تم توقيف الحافله على مستوى السد الثابت، أين تم رفع المخالفات ضد السائق.
ولأن الدرك الوطني توسعت خبراته تماشيا مع سرعة العصر التكنولوجي، كان لزاما على قيادة الدرك الوطني مواكبة هذا التطور من خلال إشراك المواطنين في التبليغ عبر تطبيقي الطريق أو على شبكة التواصل الاجتماعي. من بين هذه الوسائل الحديثة كما قلت موقع طريقي، وكذلك صفحة طريقي اللي هي الصفحة الوحيدة لقيادة الدرك الوطني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هذه الصفحة يعني اللي لقات رواج كذلك كبير جدا، واللي عندها عدة أهداف، واللي تعتبر كأداة اتصالية إضافية بين قيادة الدرك الوطني والمواطن من أجل الوقاية المرورية، أو هي مخصصة خصيصا للوقاية المرورية. من بين أهدافها كذلك تعزيز جهود الدرك الوطني في مجال التوعية المرورية كذلك، ونحاول من خلال هذه الصفحة إشراك المواطن في الوقاية والأمن المروري عبر نشرهم للمعلومات المتعلقة بحالة شبك الطرقات، بحوادث المرور، بالصعوبات اللي ممكن يتلقاها على مستوى شبكة الطرقات. كذلك هذه الصفحة من خلالها يتم نشر الوعي المروري. هذا موقع طريقي نبين فيه أحوال الطرقات على مستوى كل ولايات الجزائر. مثلا عندنا هنا بين ولاية المدية وولاية عين دفلة طريق مهترئ، مثلا طريق ضيقة، المكان المسمى حوز مسعودي، أشغال جارية وحظر مطلوب ليلا بين بلديتي تمزقيدة والحمدانية طول هذا الشطر. نقدم فيه نصائح للمواطنين، ننصح مستعملي الطريق باليقظة والحذر خصوصا في الفترة الليلية. احنا لما تورد المعلومات إلينا عن طريق هذه الصفحة لدينا عدة تبليغات يعني كثيرة وكثيرة جدا خلال اليوم أو خلال الليل من طرف المواطنين، ليبلغوا على المخالفات المرورية المرتكبة من طرف السواق في الطريق. هنا نقوم بالتدخل ونقوم بالاتصال بقاعة العمليات أو بمركز العمليات للمجموعات الإقليمية اللي بدورهم يقوموا بالاتصال بالوحدة المختصة إقليميا. التبليغ يعتبر سلوك حضاري. احنا من هذا المنبر ندعو جميع المواطنين بدعوة التبليغ عن جميع المخالفات والسلوكيات السلبية والخاطئة اللي يرتكبوها السواق في الطريق. تطبيقية طريقي وما حققته من تدخلات ميدانية يعكس وعي المواطن في التبليغ، كما تبرز جهود الدرك الوطني في مجال التوعية والسلامة المرورية. نظام الجي بي اس أو نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية هو نظام يسمح بتحديد المواقع والزمن. يمكن تركيب هذا النظام في المركبات حيث يوفر عدة مزايا كمعرفة موقع ومسار المركبة وحماية المركبة من السرقة وغيرها من الخدمات نتعرف عليها مع الزميل عز الدين بالخادم. جهاز التعقب وتحديد المواقع هو جهاز يعتمد عليه بعض أصحاب المركبات لتأمين سياراتهم من السرقة ومعرفة مكان تواجدها في حال حدوث ذلك. وللتعرف أكثر حول خصائصه كانت لنا زيارة بأحد الشركات المختصة في هذا المجال، وعلى الزبون كشف جميع وثائق سيارته قبل بدء العملية. يكون واجد على نعيطو لك باش تجدي لانستالاسيون. مرحبا بك. صحيح فوا يجيب لنا لو كليون لو دوسي تاعو برون شارج هاد لو دوسي نكريي نديرو لي زانفورماسيون في لا باز دو دوني تاعنا ونكريو لو ان كونط لي يقدر ياكسيدي ويشوف لي فييكول تاعو. دونك اون فوا لو بواتي يكون خلاص البارامتر اللي بغاهم كونفيغيو يكون واجد نعيطو للكليون يجي يستالي لو بواتي تاعو ويولي يشوف الفييكول تاعو
اون طون غير لا بريمير اف سيريز مسقسي عليها اسكو اغري بار ليطا هكذا باش نشوف اسكو السلطات المعنيه راح تنترفوني معايا اون كاسرالي كاد فول ولا لا لا. بعدها مباشرة تأتي مرحلة حفظ بيانات الزبون وبرمجة الجهاز وتفعيله. ما الزبون يدي يجيب دوسي تاعو ونكريو له لو كونت تاع الكليون هذايا. نجيو المرحلة تاع لا كونفيغوراسيون تاع لو بواتي ولي زوبسيون اللي دومونداهم لو كليون هذايا. بون ناخذوا البواتي اللي خيروا لو كليون. ندخلوا كيما نقولوا المعلومات تاع البواتي هذا ندخلوهم في لا باز دو دوني قبل. ومن بعد نكونفيغيريو هاد الباطه هاديه ندخلوا لها المعلومات اللي يسحقهم كليون لي زوبسيون اللي يدومونديهم لو كليون ندخلهم كامل في البواتي هدايا ومن بعد نروحوا نديروا لو تيست افروا تاع هاد لي زوبسيون في لاماكات تاعنا. طريقه التركيب تكون سريه للغايه وبدون علم الزبون ما كان وضع جهاز التعقب. مور ما نديروا عمليه تاع لا كونفيغوراسيون تاع البواتي هذاك نديروا له لو تيست افروا كما شفنا الفوقه ومن بعد نجيو نديرو دوكا عملية تاع تركيب تاع الجهاز هذا تاع جي بي اس داكوغ فوالا. بون حنا حنديرو اون سيميلاسيون سي با اون انستالاسيون ريال تسمى الانستالاسيون راح تكون في تسمى لا فري انستالاسيون راح تكون في موقع اللي تكون مخبي مليح الباطا فيه وتسمى ما يكونش اكسيسيبل لو شوفور ولا داكوغ. في حالة وين السارق زعما لقاو لحقوا المكان تاع الجهاز هذايا عندنا دو سيستيم دو سيكوريتي. عندنا بريميرمون عندنا ان اغي موتور ا ديستونس نقدروا نطفيو السياره تاعنا عن بعد عن طريق الجهاز الهاتف النقال. وعندنا ثاني عندنا الجهاز اللي سان نيفو سيكوريتي اون دوزيام دوغري اللي هو الار اف اي دي لو تاك ار اف اي دي اللي ديجا باش ينحي باش يلحق ينوض الطوموبيل هذه لازم له ان تاك لازم له ان بوج باش تقدر ينوض الطوموبيل هذه. كيما هضرنا على لوبسيون تاع لاري موتور دوك نوريكم كيفاش نطفيو الطوموبيل جوست بالجهاز تاع الهاتف تاعنا. بون مور ما نصاليو لو كليون الكونت تاعو نعطي له لاكسي لابليكاسيون اللي تبع بها السياره تاعو عنده في لابليكاسيون تاعو عنده اون اوبسيون تاع لاري موتور. بون نروحو نشوفو السيارة هادية اوبسيون اغي موتور نديرو لها لو كود تاعها. دوك دون 30 سكوند ولا دوك تفات لونك. فوالا طات السيارة دوكا هكذا مام يحب ينوضها ولا ما تنوضلوش لازم حتى نعاود نوضها من طريق تطور نظام تحديد المواقع جاء نتيجة خبرة أزيد من 10 سنوات من العمل الجاد. هذه المرة ديفلوبينا كي جات الكورونا حنا استفدنا من الاوبورتونيتي هذه ودنا اون ايكيب وخدمنا ان بروجي وخدمنا عليه وديفلوبينا ان برودوي بولي بارتيكولي والحمد لله دوك عندنا اون بلاتفورم لي بارت ديستيني كو لي بارتيكولي ان ريزو عندنا ان سيستيم توتال دو جي بي اس نوفريوه ان شاء الله مور رمضان لي بارتيكولي. يوصي اهل الاختصاص بعدم التوجه لمراكز غير معتمده من طرف الدوله. الخدمه هذه الاكتيفيتي هذه خدمه مؤطره ومقننه من عند الدوله الجزائريه ماهيش من هب ودب يجي يخدم هذا المهنه تاع لان هي راهي بازي على جهاز حساس وهذا الجهاز حساس من لامبورطاسيون تاعو حتى لانستالاسيون تاعو الدوله لازم تكون عندها علم شكون جابو وشكون ركبو وين ركبو وين راهو يدور دركا واش راهو في المارشي دوك هاتيك يبيع لك جي بي اس مي ما كاش كيفاش يسوي فيك حنا نوفروا له الخدمه اللي من بعد البيع هذا هو الانتيري اللي كيخدم مع شركه اغري مع عند الدوله. يبقى جهاز التتبع من اكثر الوسائل ضمانا لامن السياره والحفاظ عليها من السرقه في انتظار تعميم استخدامه للخواص قريبا.
الرقم 14 والرقم 10-21 هي أرقام خضراء وضعتها الحماية المدنية من أجل التبليغ عن الحوادث، لا سيما الحوادث المتعلقة بالطرقات. لكن بعض البلاغات هي بلاغات كاذبة، فمثلا الحماية المدنية بولاية البويرة تتلقى بمعدل يومي حوالي 500 بلاغ، لكن للأسف تقريبا نصف هذه البلاغات هي بلاغات كاذبة. هذا السلوك اللا أخلاقي سيؤثر على السير الحسن لمهام عناصر الحماية المدنية، وهو هدر للمال العام ومضيعة للوقت في الوقت الذي ربما تكون فيه ضحية بحاجة ماسة إلى تدخل سريع. تفاصيل مع عبد العزيز بن عثماني. عند وقوع أي حادث مهما كان نوعه فالاتصال برجال الحماية المدنية هو التصرف السليم، فهم الذين يتعاملون مع الحوادث بإسعاف ونقل الضحايا والتدخل وفق ما تقتضيه حالة الحادث. إلا أنه وللأسف يحدث أحياناً أن يتلقى أفراد الحماية المدنية بلاغات خاطئة وحتى كاذبة. راهم يتصلوا بالحماية المدنية، نقدروا نقولهم يعبثوا بهم وهم ما يعبثوا برواحهم. من الممكن أن هما يعيطوا للحماية باش يبعثوهم إلى مكان معين، وتكون بالك عائلة راهي تستنى الإغاثة من جهة أخرى، قادرين هما يكونوا سبب في وفاة أشخاص. سلوك هذا أنا عن نفسي مش أخلاقي خلاص ومش إنساني. في الوقت اللي راك تعيط باش تتمسخر قادر واحد ويعيط أورجون، راك ضيع وقت باش يسلكوا حياة عباد بزاف يسحقوا المساعدة. يفوا يعيطوا لهم وما كاش ما كان والو، اوتوماتيكمون رايحين الحماية وليد ديبلاسيو واحهم يروحوا يشوفوا يديو لا مام السيد هذا ويعيط يديو فيه النية. الحماية المدنية موجودة لخدمة الشعب، تما يليق الانسان ما يكونش هكاك مستفز ويوصل باه يدير هاد الاكاذيب وكاع، باسكو يعيط لهم على خدمتهم. خدمتهم الاساسيه هي خدمه الشعب، وهما كي تعيط دركا انت وتكذب عليهم قادر تكون كاينه كايرجونس في بلاصه واحده اخرى انت تكون عطلتهم عليها. بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس وقفنا على يومياتهم مع العمل وتلبية النداءات ومع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، يزيدهم بعض المواطنين عبئا ثقيلا ومضيعة للوقت. بالنسبة للعنوان المذكور أنا درنا عملية تعرف كاملة، لا وجود لحادث مرور بالمكان المسمى. مصالحنا تسجل عدة تدخلات بخصوص هذا الشأن، هذا من جهة العملياتها، من جهة التحسيسية الوقائية هناك برنامج تحسيسي وقائي لفائدة المواطنين يحث المواطنين على الوقاية من حوادث المرور، زيادة على هذا تحسيس المواطنين بضرورة التبليغ وكذا ثقافة التبليغ. ما يخفلكش مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس تستقبل عدة مكالمات منها الحقيقية ومنها الخاطئة سواء على مستوى المحلي أو على مستوى الوطني. هذه المكالمات الخاطئة اللي هي التي قد تؤثر نوعا ما على عملية على التغطية أو تسخير المعدات المادية والبشرية لطالب النجدة الحقيقي. مركز التنسيق العملي يتكفل بعدة مهام، من بين هذه المهام استقبال نداءات النجدة وإرسال الإسعافات. يتلقى المركز كمتوسط يومي حوالي 500 مكالمة، للأسف تقريبا نصف هذه المكالمات تصنف كمكالمات في خانة الإزعاج. من بين هذه المكالمات نداءات نجدة أو بلاغات كاذبة تفيد بوجود حوادث غير صحيحة، ولعل أكثر هذه النداءات إزعاجا هي التي تفيد بوجود حوادث مرور تكون في مناطق بعيدة عن الوحدات المتدخلة، مما يحجز وسائل تدخل لمدة زمنية معتبرة. حماية مدنية بومرداس، السلام عليكم. وي خويا واش عندك؟ اكسيدون وين؟ طارق
برحمون الطريق الوطني، الطريق الوطني برحمون. واش فيها لاكسيدو هذه خويا؟ دي كيل فيها لي بليسي شحال؟ حماية مدنية بو مرداز زوج. خويا ما كاش لي كوانسي ولا؟ لا ما كاش. هذه فير الجين اتجاه الجزائر. لا هام جايين صح، هام جايين، هام جايين جماعة خويا. صح اخويا صح. نداء فاستجابة وتدخل، لأن الضمير المهني والأخلاقي والواجب النبيل يدفع هؤلاء الرجال للوصول في أقرب وقت للحادث. أنا علمت من الجزارة أني في أي مكان بعد عملية التعرف في العنوان المذكور لا يوجد أي حادث في القطاع، لا يوجد أي حادث في القطاع إليك. إذا توجه الحادث مرور ثاني، توجه الحادث مرور ثاني، الطريق الوطني رقم 5 مدخل بومرداس، مدخل بومرداس. برقية مفهومة، برقية مفهومة، إذا راح نواصل لغاية محول بدوى ونعود نتوجه إلى بومرداس. بعد قطع مسافة من الوحدة الرئيسية أو وحدة التدخل إلى المكان المطلوب، يعني لم نجد أي حادث، يعني مثل هذه النداءات ومثل هذه التدخلات هي التي قد تؤثر نوعا ما في على 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 التغطية أو تسخير المعدات البدنية المدنية أو الإسعافات إلى المواطنين أصحاب النداءات الحقيقية. مثل هكذا سلوكات ينبغي أن تزول، لأن الذي يعبث بواجب إنساني قد يكون هو أيضا ضحية. إذن هي بلاغات كاذبة ستؤثر حتما على السير الحسن لمهام عناصر الحماية المدنية. على هذا دائما نوصيكم بأن نتحلى بالمسؤولية في هذا الموضوع. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عددنا لنهار اليوم. نلتقي بحول الله الأسبوع المقبل بمواضيع جديدة والتي دائما تهتم بسلامتكم في الطريق. إلى اللقاء.